السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت بتكتب له انت عايز تعمل ايه في الاكسل وهو يكتب لك الداله بتاعتها. يعني انت ممكن تقول له انا عايز اجمع العمود الاولاني مع العمود الثاني واضربه لي في العمود الثالث، يروح كاتب لك المعادله. وينفع ان انت تكتبها له بالعربي، مفيش اي مشكله خالص. ممكن انت تسطبها جوه الاكسل، تبقى موجوده كده جوه الاكسل وجوه جوجل شيت، الاثنين برضو بيشتغل معاهم بدون اي مشاكل خالص. مجرد تختار انت عايز اكسل ولا جوجل شيت وتقول له ايه الحاجه اللي انت عايزها، يبدا ان هو يعمل لك الصيغه او الفورمولا اللي انت عايزها. فتلاقي ان انت تقدر تعمل المعادله في الاكسل او في جوجل شيت. تقدر تخلي برضه يساعدك ان انت تكتب سكريبت فيجوال بيزك ابلكيشن او ابس سكريبت جوه الاكسل والجوجل شيت، وحتى الاس كيو ال موجود برضه. طيب خلينا نقول له مثلا هنا، وتختار بقى انت عايز اكسل او جوجل شيت اي واحده فيهم، وتقول له انا عايز جنريتد او اكسبلينت، يعني يحطها ويكتب الشرح بتاعها. طيب ممكن تقول له بقى ايه من غير حرف خالص، سام تو كولوم اي انت بي كولوم، اي داله انت عايزها تكتبها بالعربي او تكتبها بالانجليزي يبدا ان هو يكتبها لك. تمام، تقدر تقول له اي حاجه انت عايزها، مفيش اي مشكله خالص. وبعد كده تقدر ان انت تنسخها وتحطها جوه الاكسل او الجوجل شيت.